سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فصحفي في اللغة الفرنسية، كتب البرونسياسيون دي مو سيونتيفيك كانت ملاح. حتى العرض كان عرض امور من ناحية الشكلية ما في حاجة كبيرة، ولكن اغلبهم كانت من ناحية ايجابية ما كانش فيها اخطاء كبيرة، كان فيها بعض الملاحظات. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. Bonjour, aujourd'hui on a passé notre examen de 218, on va dire, qui cause pour la spécialité contrôle et conditionnement des produits laitiers. Donc on est en train d'attendre les résultats finaux. Vraiment on est content de cette, voilà, de cette présentation d'aujourd'hui. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إننا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد مداولة العمل الأمو بها المتمهنين التي من بركتي محمد ميلود والمشيد وعاش وهدى وديمون سيهان مجال اللي كان تقديم يعني حسب وبالتالي هناك تحفظات لازم نصفوا مع الاستاذه المؤطره لكي تكون بها ريكتيفيكاسيون ديكوريكسيون. والمحور الثاني وهو فيما يخص تقييم العمل تاعكم، هو تقييم عنده محورين، المحور الاول تقييم المحتوى تاع المذكره، وتقييم تقديم العمل كنتم دونك فيما يخص تقديم المحتوى. هناك تحفظات يعني كان عملية، خاصة أنا اللي نركز عليها الأورتوغراف، النحو سواء باللغة العربية أو الفرنسية لدى بينا ما يكونش أخطاء نحوية ما نقبلهاش، أنا ديجا ما نقبلهاش. كان يكون إس ناس يقول أو ولا مش عارفين مينا ما يسبكتيش الجور ولا النوم تاع اللي يسموه، دونك ولا لا كونجيليزون ما نقبلهاش، خاطر الصباح نعطيهم بشهادة تقني سامي تخصص مراقبة وتعبئة منتوجات الحليب يعني كونترول كونديسيون دي بروبيليتي دفعة 2019-2023 بتقدير جيد جدا. سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 موطني.
موطني ذا الهباء موطني 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 يا أنا. Le VRBG qui sera un lieu culturel des environs partirés et après par mon Twitter on a la lecture de, des colonies dans les bois pétris. اللجنة المدولات السداسية الأخيرة لتخصص المراقبة التعبئة في منتجات الحليب بين كونترول اي كونديسيون دي بروبيليتي بروموسيون 2019-2023 اللي متكون هذا اللجنة من أساتذة الأفاضل الأستاذ علي يمين الأستاذ مصري تعالى والأستاذة المؤطرة حسين فاطمة الزهراء والأستاذة الإكزامينيتريس مدام عبد الطويشان والأستاذة كذلك منساش كان عندها التزامات أستاذة بخوش سهيلة وكذلك شرفنا المرتاع السيد بن عزة محمد رئيس تكوين التنظيم والتكوين الفضولي والمتابعة في التكوين التربوي وصدمي صحيح صحيح كوتش وإن شاء الله تلك بالحضور كمان دوك اللي هذا يعني مثل ممكن هناك تحت الضغط بطبيعة الحال في فلسكم عند أستاذ المؤطرة أستاذ حسنة ديريكتيفيكاسيون دي كوليكسيون على مستوى مذكرتكم في أقرب أجل كما يقولون دونك وبالتالي هذ الأعضاء المذكورين عندنا يسمعون في الكرتون اتفقوا على تتويجكما بشهادة التقني الثاني تخصص مراقبة وتعبئة منتوجات الحليب اللي يكون كونترول كونديسيون لي برودوي ليتي وبتقدير جيد جدا. موطني ذا الهباء موطني موطني موطني